حواوشي بس بخلطه البيتزا. عيش بلدي جيبه صغنن كده او كبير وقطعه نصين. لحمه مفرومه الكميه اللي انت عايزاها. بصل مقطع صغنن. طماطم، بقدونس، فلفل، زيتون، فلفل حامي عشان ده حواوشي بقى، وجبنه رومي، جبنه موتزاريلا، وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. فاضيف كده بصل، شويه ملح وفلفل، فلفل رومي، دبلت شويه كده الايه البصل، فلفل رومي، اللحمه المفرومه بقى زي ما انت عايزه، ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، حسب بقى الكميه اللي عندك ايه هتاكل قد ايه. فانا ممكن نص كيلو كفايه. قرفه، جنزبيل، ملح وفلفل، اظبطها. بص كده اللحمه خلاص استوت، هنزل عليها الطماطم المبشوره واقلبها معاها برده واخليها تتسبك شويه. بص بقى كده جبنه موتزاريلا كوبايه ونص مع كوبايه من الجبنه الرومي المبشوره مع ثلاث ارباع كوبايه من الزيتون، عشان طبعا كل ده حاجات حادقه. حوالي بقدونس حبه كويسين كده، قولي حزب بقدونس او اقل شويه، وانزل دي على دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ماشي، بنعمل معيار كده ايه، مثلا حوالي 3 معالق، بعدين نبدا نفردهم كده، وبعدين بحطها في الطاسه كده اهو. بصوا كده، وابدا اضغط عليها يعني ناحيه كده واسيبها تسخن، وبعدين ابدا اضغط عليها شويه كده